في حورية بحر العرب يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام لنتحفكم بالمزيد من المعلومات عن منطقة من مناطقها وكذلك واحدة من أشهر رقصاتها الشعبية وحرفة يدوية امتهنها أهل سيحوت الكرام والعديد من المعلومات التاريخية والحاضرة أرضا وإنسانا، فأهلا وسهلا بكم. تتميز مديرية سيحوت بتنوع جميل ورائع، تنوع الأرض والإنسان، تنوع الجبال والوديان، تنوع العلم والعلماء، وكذلك تنوع الموروثات الشعبية قديما وحديثا. اليوم سنسلط الضوء في هذه الحلقة على إحدى مناطقها التاريخية والتي تعتبر كنزا للسائحين وهواة الآثار. سنتعرف وإياكم في هذه الحلقة على منطقة الغيطة الكبيرة، كذلك سنسلط الضوء على إحدى رقصاتها الشهيرة في منطقة السيحوت، والكثير والكثير من الفن والإبداع والطموحات. ولكي ننقل لكم الصورة الحقيقية والصحيحة حول كل ما سنعرضه في هذه الحلقة، سيكون معنا الأخ محمد حسحيز. أهلا وسهلا بك في برنامج خبور خير. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا، وان شاء الله نصحبكم في جوله الى منطقه الغيطه الكبيره والى الحرفه الشعبيه والى الكبار، وان شاء الله تكون شيقه وممتعه وفي نفس الوقت مفيده. واهلا وسهلا بكم. في البدايه اخ محمد، لو تعرف المشاهدين عن شخصك الكريم. الاسم محمد سعيد محمد حزحايد الزويدي، من ابناء مدريس سيحوت، مهتم ومطلع على جوانب مثل السياحة والأثار والتاريخ. طيب، بداية رحلتنا في سيحوت من أين ستكون؟ سنبدأ من الغيطة الكبيرة، القرية، المنطقة السياحية الجميلة. أي بالضبط. طيب مشاهدينا الكرام، بنروح في جولة في الغيطة الكبيرة لنعرفكم أكثر وأكثر على تلك المنطقة. يلا بنا لننطلق على الغيطة الكبيرة. يلا بسم الله. من قلب مديرية سيحوت يأخذ بك المطاف نحو شمال المديرية وبحوالي 10 كيلومترات لتصل إلى منطقة غاية في الجمال والروعة، منطقة تعتبر متنفسا للزائرين لما تمتاز به من مقومات سياحية ومناظر خلابة وتاريخ مميز وآثار توحي بعراقة هذه القرية الجميلة. إنها الغيطة الكبرى في مديرية سيحوت. عندما تصل إليها كزائر أو باحث لكنوز التاريخ ستشاهد العديد من الآثار والمناظر الطبيعية. فحين دخولك للقرية تنظر على يمينك لتشاهد الصخرة المعجزة، وهي صخرة طبيعية تعد تحفة من صنع الباري سبحانه، وتنتصب على شكل مظلة ذات قاعدة صغيرة وقمة كبيرة وعريضة. تستمر بالمشي حتى وسط الغيضة الكبيرة لتجد جبلا شامخا يعتليه حصن محاط بسور رفيع ويسمى حصن الغيضة، ويطل على جميع اتجاهات المنطقة. تتجه شمال القرية وبأسفل جبل بلكود على الغرب من مزارع النخيل،
فتجد البيوت الأثرية، وهي البيوت الشاهدة على حضارة وعراقة هذه القرية التاريخية. تنظر إليها فتسحرك بجمال عمرانها الطينية التي توحي بأنها بيوت ضاربة في عمق التاريخ. فالحصن والبيوت الأثرية للأسف لا يعرف فترة بنائها أو من قام ببنائها كغيرها من الآثار المنسية في محافظة المهرة. وتجد أيضا تأثير عوامل التعرية عليها وحجم الأضرار التي خلفتها الأعاصير والأمطار الغزيرة. ومع كل هذا فإنها تعتبر فخرا لكل أبناء المهرة لما تدل على التاريخ العريق لهم. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مرة أخرى ونود أن نتعرف أكثر وأكثر على منطقة الغيطة الكبيرة. أستاذ محمد، لو بدأنا الحديث حول مكانة الغيطة الكبرى أو الغيطة الكبيرة كما تسمى لدى أهالي سيحوت والمهرة بشكل عام. أول شيء أهلا وسهلا بكم في الغيطة الكبيرة. وبالنسبة لمكانة الغيطة الكبيرة، لها مكانة خاصة عند أصحاب سيحوت والمناطق المجاورة لها، لكونها المتنفس الطبيعي والمنطقة التراثية والأثرية لسيحوت، ومنطقة تجذب السواح من جميع المناطق، وتعتبر المنفس الطبيعي لأهالي سيحوت. نعم، وكذلك عندما نشاهدنا هي تجذبنا أيضا لزيارتها والتعرف عليها أكثر وأكثر. لذلك ممكن نتعرف على المعالم والأماكن الميزة فيها عن قرب ونعرف المشاهدين. نعم ممكن، وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نأخذكم في جولة ونقدم لكم المعلومات التي ترغبون بها. يلا بسم الله نتوكل. بسم الله. نحن الآن بجوار هذه الصخرة العجيبة، وهي إحدى معالم منطقة الغيضة الكبيرة. أستاذ محمد، لو تعرفنا أكثر حول سر هذه الصخرة العجيبة وما هي فائدتها للناس في هذا المكان. السر في عجوبتها أنها ضيقة من القاعدة وعريضة في القمة، والفائدة حقها يأتي الناس يستظلون بها، يشاهدونها ويخيمون تحتها. وهذا كما يقال من الأمور المميزة في فيزيائيا، لأن القاعدة كما نلاحظ ضيقة جدا، أما المساحة من فوق كبيرة جدا. طيب كما قلت أن الناس يستفيدوا منها، كيف يستفيدوا منها بالضبط؟ يستفيدوا من ناحية التخييم تحتها، من ناحية الطبخ ويرتاحوا تحتها، ليستظلوا تحتها بالضبط. وسبحان الله، هذه يعني عجوبة من الله زي ما تشاهد، ولها قواعد فيزيائية سبحان الله. تكونت الصخرة طبيعيا دون أي تدخل بشري. نعم سبحان الله، هذا بفضل الله أنها طبيعية. طيب كم ممكن نقول أن كم المدة التي تكونت في هذه الصخرة؟ هل لها فترة طويلة أو حديثة؟ لا، لها فترة طويلة جدا، ربما مئات السنين، وإلى الآن ليس لها تاريخ ولكن قديمة جدا. والآن أصبحت معلم معروف من معالم منطقة الغيضة الكبرى، وهي أحد المعالم التي استكشفناها اليوم. كذلك متبقي الكثير من المعالم التي نود أن نستكشفها. نعم، نواصل مسيرنا اليوم. نواصل، هذا أحد المعالم وغيرها من الحصن والقرية التراثية وغيرها، والغيضة الكبيرة تمتاز بالمواقع الأثرية. طيب ننطلق إلى معلم آخر على بركة الله. على بركة الله. يلا بسم الله. مشاهدينا الكرام، بعد أن وصلنا إلى قمة هذا الجبل، كانت مهمة شاقة جدا حتى الوصول إلى هذا الحصن الذي أصبح أطلالا لكنها تحكي ماضي عريق جدا جدا. نود أن نتعرف أستاذ محمد حول هذا الحصن، ما هي المعلومات المعروفة حاليا عنه؟ أولا من ناحية المعلومات المعروفة عنه، هو من قديم الزمان، لا يوجد له تاريخ أو شيء، وإنما بقايا وأطلال هذا الحصن وسور وغرفة هناك
وبركة خزان مياه ومحراس وثنتين داخل أبواب. هذه مكونات الحصن. طيب لماذا اختير هذا الحصن في هذا المكان؟ يعني واضح أنه منيع جدا، طريقة الوصول إليه صعبة جدا، لماذا اختيره بالضبط لها في هذا المكان؟ اختيره في هذا المكان نسبة إلى طلالته على مدخل الغيضة، وعلى على يطل على القرية ويسيطر على جميع المنافذ في الغيضة. طيب في مكان يستخدم سابقا هذا الحصن؟ يستخدم كهو الواضح ومبني داخل، يتواجد فيه غرف ومرابن لل يعني للحراس و يعني كجانب دفاعي وهجومي فقط عن المنطقة. نعم، هذا هو الباين من الغرف الموجودة وطريقة البناء حقه. كحصن حربي دفاعي وهجومي يحمي المنطقة من الأعداء المهاجمين لها. نعم. هذه بعض المعلومات التي ذكرها لنا الأستاذ محمد عن هذا الحصن الذي أصبح أطلالا بعد أن أثرت عليه عوامل التعرية، وأصبح كما تشاهدون يعني هو مجرد أطلال، لكنه كان في يوم من الأيام هذا الحصن حصنا منيع يحمي هذه القرية من الأعداء، وكذلك كان ملجأ لهم كما ذكرت لنا سابقا في أوقات الفيضانات وغيرها من السيول، صح؟ نعم نعم. مشاهدين الكرام، تعرفنا وإياكم على هذا الحصن. هل لهذا الحصن اسم معروف فيه أو مجهول؟ لا، حصن الغيضة، يسمونه حصن الغيضة. حصن الغيضة. أيوه. طيب بعد أن تعرفنا على الحصن نواصل جولتنا في منطقة الغيضة الكبيرة. نواصل إلى البيوت الأثرية. البيوت الأثرية التي يطل عليها الحصن أيضا. بالضبط. يلا بسم الله. بسم الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام من داخل البيوت الأثرية في منطقة الغيضة الكبيرة. اليوم في هذه البيوت الأثرية التي تحمل الكثير من القيمة العاطفية والاجتماعية لسكان سيحوت خاصة وأيضا للمهرة عامة، سنتعرف أكثر وأكثر على هذه البيوت الأثرية مع الأستاذ محمد حزحيز. أيضا الأستاذ محمد، لو تعرفنا في البداية حول أهمية هذه البيوت في لمنطقة الغيضة الكبيرة. ترجع أهمية هذه البيوت لكونها المسكن الذي يسكن فيه الناس، وكذلك للترابط الأسري، وكما تشاهد هي بيوت طينية تاريخية. طيب البيوت الأثرية هذه ما هي مكوناتها الداخلية والخارجية؟ مكوناتها الداخلية والخارجية هي كي بيت عادي تتكون من سور وغرف ومطبخ وحوش صالة، وهذا دور ثاني غرف وصالة وممر، وزي أي بيوت أخرى. وأما المواد التي تدخل في بناها هي الطين والخشب والماء، ويتم بناه وأيضا يتم تليسه، فلو شاهد بعض يعني تم تليسه وبعض لا. كذلك السقف لو شاهد يعني أكثر يعني من نفس المنطقة، من هنا كالسعف كالعيدان، وأكثر شيء يعني يتم إنتاجه من إنتاج محلي يعني من نفس المناطق هذه. طيب لاحظنا طريقة بناء البيوت هذه الطريقة المميزة، كذلك شكل السقف له تصميم مميز، كما قلت هذه كلها مواد من نفس المنطقة أو يتم إحضارها من أماكن أخرى التي يتم بناءها؟ نعم، من ناحية التصميم هو بناء يعني تصميم ربما يعني للحضارة المهرية، هذا التصميم وهذا البناء بالطريقة اللي تناسب مع البيئة و الحر والأجواء في الشتاء وفي الصيف. طيب
من خلال طريقة العمران في هذه البيوت الأثرية، كيف نفسر طبيعة العلاقة بين السكان الذين كانوا يقطنون هذه المنطقة والذين أيضا ما زالوا بعضهم موجودين فيها؟ طبيعة السكن والمجورة تعتمد على الوفاء والتعاون، فمثلا لو واحد يبني لازم فيه تعاون من الأهالي، تعتمد على الترابط الأسري والأخوي، وهذا الباين يعني في تقارب البيوت وفي تلاحمها وفي البناء بشكل عام. طيب هل ما زال أحد يسكن في هذه البيوت أم تم يعني الهجرة والانتقال إلى المدينة؟ تم الهجرة والانتقال إلى المدينة، ولكن مهما كان في فصل الخريف أو في أوقات يأتوا الناس إلى هنا ويسكنوا اللي عنده بيت حق جده ولا يعني أهله، ويعني ما زالت الغيضة الكبيرة لها مكان خاص عنده بناس يحوت كمتنفس سياحي. يعني نقصد الآن ما أصبحت فقط للتنزه وال في أوقات العطل الرسمية وغيرها. نعم تأتي مثل في للتنزه، كذلك في أوقات الأزمات يعني مثل يعني اللي يتخرف هنا وقت الخريف، في موسم الخريف، موسم الخريف في وقت الحر كثير ينتقلوا إلى هنا، والبيئة يعني الجو حلو هنا و البيوت الطينية هذه تساعد يعني على يعني على البرودة وال يعني تلطيف الجو. اي بالضبط. جميل جدا. طيب استاذ محمد، قبل ان نختم، ما هي رسالتك التي تود ان توجهها الى المتابعين وكذلك المهتمين بمثل هذه الاثار؟ رسالتي هي الى ابناء المهرة عامة خاصة وابناء المحافظات الاخرى أن يزوروا الغيضة الكبيرة اللي ما تحتوي من معالم وآثار ومناظر شيقة. كذلك رسالتي الثانية إلى السلطة المحلية ومكتب الآثار الاهتمام بمثل هذه المواقع الأثرية، إعادة ترميمها وتنظيفها وما إلى ذلك من الخدمات، وكذلك توفير العديد من الخدمات التي نراها منقوصة في مثلا الطريق الذي الوعرة التي تسلكها للوصول إلى هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن مركز مديرية سيحوت. لذلك كما ذكر الأستاذ محمد، نأمل من كل الجهات المعنية أن تهتم أكثر وأكثر بهذه المنطقة السياحية الجميلة، وكذلك لكل محبي السياحة والاستكشاف ندعوكم إلى زيارتها يوم ما. إلى هنا نكون قد انتهينا من جولتنا في البيوت الأثرية، كونوا معنا في الفقرات التالية. تشتهر سيحوت بتنوع الفن والإبداع فيها على مر التاريخ، حيث تكثر فيها الفعاليات والمناسبات التي جعلت من أهالي سيحوت قديما وحتى الآن يبدعون برقصات وألعاب شعبية متنوعة وكثيرة، تزيد المناسبات الفرائحية فرحا وبهجة، وتدل على روعة وبساطة وجمال أيضا أهل سيحوت الكرام. في فن هذه الحلقة سنتعرف وإياك مشاهدينا الكرام على واحدة من أشهر الرقصات في مديرية سيحوت والمسيلة أيضا. اليوم سنتابعها معكم في برنامجكم خبر خير. لعبة الكبارة. الكبارة هي الرقصة الأشهر في المناطق الغربية لمحافظة المهرة وبالتحديد لمديرية سيحوت والمسيلة، واشتهرت الكبارة لكونها تعبر عن الفرح في المناسبات كالأعياد والأعراس. قد وقع فيها
الذي يلجأ إليها أبناء المناطق الغربية، وتعتبر لعبتهم الأشهر، وتقام الكبارة في أوقات معينة، وبالتحديد قبل عيد الأضحى وبعده من كل عام في سيحوت، حيث يتم تحديد الموعد لها، ويتوافد الناس إلى المكان المحدد لها، ويتم تجهيز الطبول وغيرها من الأدوات الخاصة بالكبارة. يتم إلقاء القصائد الشعرية بين الشعراء، ويتم الرقص على أنغامها، والتي يتفاعل معها الجميع، وتختلف القصائد من كبارة إلى أخرى. ودائما تتناول حياة المواطن ومعيشته وهمومه اليومية. لا علينا شهر عرفة.
أبناء سيحوت كغيرهم من المهرة لا يتميزون فقط في الفن والتاريخ، وإنما يتمتعون بكرامة نفس وعزة كبيرة، فهم لا يأكلون إلا مما يعملون وما تعرق به جبههم، حيث يتميز أبناء سيحوت على مر التاريخ بالعديد من الحرف اليدوية والمهن الحرة. في هذه الحلقة من برنامجكم خبور خير سنتعرف وإياكم على إحدى الحرف التي يتميز بها أبناء مديرية سيحوت والتي تسمى باللغة المهرية الكوفة. اليوم في منطقة سيحوت سنتعرف أكثر وأكثر على هذه الحرفة، فهيا بنا. مهنة السف كما تسمى بالعامية أو الكوفة كما تعرف باللغة المهرية هي مهنة مرتبطة وبشكل عميق بحياة الإنسان العادية والتقليدية، حيث نتعلم من هذه المهنة الكثير والكثير من الأسرار والقصص. في هذه الحلقة من برنامجكم خبور خير سنتعرف أكثر وأكثر على هذه المهنة مع الأختين أم عبد الرحيم وكذلك أم بشار. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج خبور خير. حياك الله، شرفتونا. الله يحييش، جينا زيارة لكم في هذا البيت البسيط المتواضع لنتعرف أكثر وأكثر على هذه الحرفة التي امتهنتوها أكيد من أجدادكم وآبائكم. طيب لو سألناش أم عبد الرحيم، هذه الحرفة اللي تشتغلوا عليها لحد الآن من متى والناس بدوا يعني يعملوا هذه الحرفة عندكم في سيحوت؟ إيه من زمان. من زمان يعملوها. لها وقت طويل وهي موجودة. لها وقت طويل وهي موجودة. يصفوها وبعد الصفوف يشريوها. وبعد يبدو من بعض يبيعوه. يبيعوا المقايش ليلة ومسيرة وقطيع كل ما يبيعوه. طيب ليش اختاروا المهنة دي؟ ايش الفائدة منها المهنة دي في حياة الناس العامية؟ كيف يستفيدوا منها بالضبط؟ انا استفيدوا منها حق اللحم، حق الخصار، حق العين، حق القضيء، عاشر رحم فوق، يعني صنعوا منها حاجات كثيرة. ايوه. ايش الحاجات مثلا اللي تصنعونها بهذا السعف حق النخيل او الخوص؟ نصنع اول شيء نشرقه، بعدين نسف، بعدين نصنع منها المقيش والمسير والقطيع. وش هذه الآلية؟ طيب من وين تجيبوا البداية السعف أو أوراق النخيل هذه؟ من النخل. من النخل. في أماكن قريبة معاكم أقصد أو من مكان بعيد تجيبوهم؟ من سيدة من الشحر، من أي مكان يجيبهم ونصنعهم ونصف. طيب أول ما تجيبوهم بالتأكيد يكونوا يعني خضرة مش يابسة كما هي معروضة الآن، إذا رطبة. بعدين يبسها في الشمس. تأخذ كم وقت؟ 3 أيام 4 أيام كده يبس. بعد قد يبسط نشلها ونشرقها. شرقها كمان الحين يوم نشرق. مثل كيف ممكن تروينا؟ بسندير دي شرق. أها، يعني تقسميها إلى أكثر من جزء. أيوة سمع جزرين كده يشترق. طيب بعد ما تشرقيها ايش تصلحي فيها بالضبط؟ بعد ما نشرقها نغمسها في الماء، خليها ترقن في الماء. بعدين بعد غمسناها في الماء نسفها كما دي السيفه. طيب يعني هذا نموذج مثلا الحين دي ماشي ما فيه. هذه جزء صغير. جزء صغير ماشي. يابس كذا من الماء. طيب ايش الفرق لما يكون يابس ولا مرطب في الماء؟ يعني يكون اسهل ولا كيف؟ اسهل، هو رطب اسهل يقع يصير طيب. واليابس يقع قوي ما تمر فيه سنة. ان الرطب قاع طيب. طيب الدخل المادي حقهم ذلك لما تصنعوا وتبيعوا في السوق تحصلوا منهم دخل كثير او قليل؟ حصل لا بأس. يعني يكفي الحاجه. ايوه يكفي. طيب الحاجات الموجوده حاليا اللي تصنعونها وتبيعونها في الاسواق، ايش الحاجات اللي نشوف الان مثلا هذه السفره ايش تسموها بالعاميه عندكم؟ هذه ايه دي كلها مسرفة. مسرفة او كما تسمى ايضا باللغة المهرية مسرفيت، اللغة العربية الدارجة في سيحوت مسرفة. وهذه المقشة كما تسموها وهي مقاشة. المكنسة. ايه انتم تقولون مكنسة نحن ايه. مقاشة. طيب هذه يعني الاكثر طلبية في السوق او كيف؟ لان لاحظ الموجود حاليا
هذه المكانس فقط والصفرة، ليش ماشي حاجات ثانية مثل المراوح اليدوية مثل اللي يحطوا فيها التمور قديما؟ ما عاد صنعوها ولا؟ ما عاد صنعها هذه، خلاص قديمة دي ما عاد حد صنعها الآن، الناس ما عاد يحتاجوها، ما عاد يحتاجوها الحين. التمر يطحوله في وعاء ندير الصحون، تحط التمر فيه زمان، تحط التمر فيه النخلة قاع رطب يطحوه في فيه ود المحفر الحين مع شيء. طيب أم عبد الرحيم، عرفتينا على حاجات كثيرة في المهنة ذي والحرفة. طيب لو سألنا سؤال يمكن تكون عندك المعلومة، إيش المناطق اللي ما زالت إلى حد الآن يقوموا بصناعة هذه الأشياء؟ المسيلة. المسيلة، مديرية المسيلة موجود فيها؟ في بزور، في الغيب، الغياب، كل شيء موجود فيه. وايضا في سيحوت، يمكن بعض المناطق الشرقيه ايضا. ايوه. طيب في الختام، ايش الرساله اللي تشتي توجهيها للمتابعين عن هذه الحرفه؟ ايش بيش تنصحيهم؟ تتابعها بهذه الاشياء. يعني اهتموا اكثر. وهذه واحده من الحرف بالتاكيد اللي توارثتوها عن الاجداد، يجب الحفاظ عليها. أيوة. وكذلك دعمها، وكذلك دعم الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة من أجل طلب العيش واكتساب الرزق الحلال دون الالتفات إلى المتصدقين وغيرهم يبذلون جهدهم في هذه المنازل المتواضعة لأجل كسب لغمة العيش الحلال. نشكرش أم عبد الرحيم وكذلك أم بشار على ما قدمته لنا في هذه الفقرة من برنامج خبر خير. في الختام مشاهدينا الكرام، هكذا تخبرنا مهنة الكوفة كما نسميها باللغة المهرية بأن الإنسان حتى يكون خدوما في مجتمعه لابد أن يكون قويا وذكيا، قويا للعمل وذكيا للصناعة والإبداع وتلبية الاحتياجات في السوق. فها هي هذه المهنة تعلمنا الكثير والكثير من المثابرة والاجتهاد والصبر والإبداع أيضا، ومن هنا نشد على أيدي من يمتهنون هذه المهنة وكذلك غيرها من المهن التي فيها الإبداع والتحدي وطلب الرزق الحلال. لذلك ندعمهم ونكون سندا لهم في كل وقت وحين، وأنتم مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا فكونوا معنا. سيحوت مدينة مهما وصفتها لن توفي حقها، فتنوعها شاهد على عراقتها وعراقة أهلها، فهي ليست فقط محطة عبور لعاصمة المهرة، وإنما هي ولادة العلوم والفنون في المحافظة، حيث لا تجد علماً أو مهنة في المهرة إلا ولسيحوت نصيب منها. فقد أثبت أبناء سيحوت جدارتهم في كل المجالات المعرفية والمهارية، فمنها نبغ العلماء والمفكرون في العديد من التخصصات كالطب القديم والحديث والهندسة والتعليم والفن والحرف اليدوية بأنواعها المختلفة والعديد من التخصصات. وتميزت أيضاً بريادة المبادرات الشبابية والكشفية والأعمال التطوعية الفريدة التي يتشارك فيها كل أبناء المجتمع، حيث يكاد لا يمر أسبوع عليها إلا وتسمع عملاً خيرياً تطوعياً قام به أهالي سيحوت، وهذا ما رأيناه في زيارتنا لهذه المديرية من انتشار للأعمال التطوعية كالتنظيف والتوعية. هذه الأعمال والمبادرات التطوعية ساهمت في خلق وعي مجتمعي ونهضة إنسانية وفكر متطور، وكل هذا يدل على روعة أبناء سيحوت خاصة والمهرة عامة رجالاً ونساء. وهكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم خبور خير، التي تعرفنا وإياكم على منطقة غنية بالمعالم الأثرية والسياحية كما ترون.
كذلك استمتعنا برقصة فنية متميزة وأيضا حرفة يتمتع بها أهالي سيحوت والتي يستفيدون منها قديما وحديثا. كنا معكم مشاهدينا الكرام من مديرية سيحوت وبالتحديد منطقة القيضة الكبيرة التي ندعوكم لزيارتها والتفسح فيها لما تحمله من مناظر خلابة التي تلفت الأنظار والألباب. ندعوكم إلى زيارتها والتجول فيها، وإلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامجكم خبور خير في فقرات تراثية ومعالم أثرية وحرف يدوية. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم.